قال لي إنه حبك كتير، يعني حتى أمه ولا مرة عملت له كيكة البودينج يلي بيحبها. معقول هالشي؟ ألو، ماشي. شوفي، طلبت شوية معلومات عن قضية جانان. لا عارف كل ملابسات القضية، لقوا دليل ضدها وهي عم تسرق من مكتب المدير، وفي احتمال كبير بأنهم يحطوها بالسجن. شو كنت عم تساوي هون بهالوقت؟ لا تجي لهون مرة تانية وإلا رح اشتكي عليك للشرطة. لهالدرجة ما بدك يعني؟ بكرة بس تشوف المشاكل اللي رح حطك فيها رح تهرب من الشرطة ورح حطك بالسجن. أمي ما سويت شيء أبداً، وأنا رح لاقي هذا المجرم. مين؟ أجيت لأعطيك هاي المخدة. طيب وليش عم تدقي الباب؟ هاي الغرفة غرفتك كمان. فيني أعرف ليش عم تحكي معي بهالأسلوب هاد؟ حكيت هيك لأنه في حدا عم يسمعنا. مرت أخي على طول عم تتنصت علينا وعم تراقبنا بكل مكان، بس ما شفت حدا واقف بالكريدور أبداً. وبلكي كانت من باب الحرس. طيب شو رأيك يغمى عليكي وتوقعي بالأرض ونادي وعيط حبيبتي حبيبتي؟ شو هالجنان تبعك؟ اللي شو بدنا نعمل هلأ؟ نضل واقفين هيك طول الليل؟ لا، في عندي اقتراح تاني إليك. نشرب القهوة سوا وننام. موافقة، بس وين أنا رح نام؟ أنت عالتخت وأنا رح أفرش بالأرض. شو عم تساوي؟ لا تشلحه. بدي أشلحه، كتير مشوب. إذا مشوب لهالدرجة معلش اشلحه. في شي تاني بدي أقلك إياه، حتى لو كان زواجنا شكلي، أنا اسمي بويرس. كل شي بقوله بيتنفس، ما فيني أعيش على كيف أي حدا أبدا. عشت طول عمري وأنا حر. فيني أعرف أنا شو بدي بهالحكي؟ ليك إذا ضليت عم تحكي معي بهي الطريقة، ساعتها رح أضربك بوكس بنص وشك وطبق عليك دروس الملاكمة كلها. طيب ماشي، طولي بالك شوي، عم امزح. بعرف إنك وحدة كتير منيحة وبنت أصول، لازم ترتاحي شوي. كيف بدك يعني اهدى؟ الحقوني بسرعة، أمي عم تموت. وينك بويرس؟ شاهين؟ أمي؟ أمي؟ يا الله بويرس. أمي أنا جنبك، شو يلي عم يوجعك؟ قلبي، حس قلبي رح يطلع من مكانه، كتير عم يوجعني. نازلي؟ شوفي أمي تعبانة كتير،
ما عاد فيني اتحمل. ما عم بقدر اتنفس. شو صاير معها؟ فتت لعندها مشان اطمن عليها، لقيتها موجوعة كتير، لقيتها قاعدة عم تتوجع وصارت ترجف وتنادي بويراس. فجأة داق نفسها كتير وصارت تلهت. شو خفت؟ رح أسل ضغطها. استعجلي نازلي، هاتي بسرعة، اهدي واسترخي امي. لا تخافي انا جنبك. حس حالي عم موت. رح تتحسني امي، شوفي كلنا هون، لا تخافي ابدا. يا الله عم موت، حاسة روحي عم تطلع هلأ، موجوعة كتير، حاسة روحي عم تطلع مني. سامحوني على كل شي عملته معكم. ما كان لازم أعمل معك هيك أبدا خالتي جنة. في شي مهم ولازم تعرفي. أخي ماله مرتفع، كتير طبيعي، شكله عم تمسي. هذا الزواج شبه بدكن تتركوا بعض؟ هالزواج ما كان قرار بلحظة جنان أبداً. وما رح ينتهي أمي. شيلونا من هالحكي هلأ، في شيء أهم من هيك بكتير، وهو أنت جنة سلطان. صحتك أهم؟ ابني لا تخاف علي وتاكل همي بنوب. شو صاير لي؟ أمي إن شاء الله ما بيصير لك أي شيء. رح أتصل بالدكتور لحتى يطمنا، لا تخافي. ألو؟ أمي تعبانة كتير، بدنا تسعفوها. استنى، سكر التليفون، أنا منيحة، حالتي ما بدها سيارة إسعاف. أمي الأحسن إنه نسعفك. ما في داعي، تركوني لحالي، خلوني أخذ نفس. اطلعوا. ليش ما عم تطلعوا لبرا؟ أمي أنت متأكدة؟ يعني ما فيكي شي؟ أنا رح أستنى معه. يلا شاهي. رح أعطيكي حبة الضغط. فيني افهم ليش خليتني اسكت؟ كنت ناوية اعترف لها بكل شي. امك كان لازم تعرف كل شي عن هذا الزواج، بلكي صار لها شي مو لازم تعرف؟ لا نازلي، طمنتني امي كانت عم تمثل، ما فيها شي بنوب. طيب وليش لحتى تمثل؟ ما عم تفهمي؟ امي رح تحاول بكل الطرق تفرقنا عن بعضنا، لهيك مثلت. سيد سنان، قلت انه في عندك دليل، في شي جواتي عم بيقول لي انه ام هالولد بريئه ومظلومه. هالمره حاولت تنقذ ابنها وتبعده عن ابوه السكرجي،
عم تحاول تربي ابنها من شغلة بورشة الخياطة. الأم مستحيل إنها تترك ابنها ولو شو ما صار. كلامك مزبوط، بس المحكمة ما بتاخد بالعواطف. الجريمة والعقاب إلهم تعريف. ايه هالحكي مزبوط. طيب وشو وضع جان؟ رح يضل هيك لحاله؟ طيب رح خليه ينبسط معنا اليوم. جان؟ رح روح شوفه إذا جوا. جان؟ لا تشغلي بالك بشي، عادي. هات خليني ساعدك. طيب افردي معي. رح تكون مرتاح بالنومي على هي الصوفاية؟ إذا ما تقلبت بنومي تزبط. شوفي صارت بتشبه تخت خمس نجوم، رح نام أول ما بتسطح. هاد طبعاً إذا ما متت. على طول بتضلي قلقاني هيك؟ احكيلي، افتحيلي قلبك، أنا معك للصبح. لا تشغل بالك فيني أبدا، ما فيني أنسى كل اللي شفته قدامي اليوم. مفكرة الموضوع سهل عليها؟ جيتي فجأة وأخدتي ابنها المدلل من دون إذنه. ابنها الحلو والذكي والشخصية والقبضاي، لهيك ما رح تستسلم بهالسهولة. هذا الزواج زواج ابنها يلي هو عمود البيت، لهيك رح يضلوا عم يحاربوا زواجي منك. هي أنا عم نبهك. هذا الشي سخيف كتير ومو مهم، ولا تزعجني بهيك تفاهات، فهمت؟ وهالمخدة مو إلك. أنا متضايقة كتير من جوا وانت عم تمزح بهالطريقة. كل شي بهالدنيا وإله وقته. طيب وهلأ وقت شو؟ ها هلأ هو وقت النوم. ماشي، ما أنا وقت المسح بنوب. سمعيني شو بدي أقول. إذا بدنا نقنع العالم كله بحقيقة هذا الزواج، فلازم نحن نقتنع بالأول، ووقت اللزوم لازم ندافع عنه قدام الكل، لحتى الكل يقتنع بأنه هذا الزواج نابع من حبنا كأنه حقيقي. كأنه حقيقي.
إنه يوسف يتأذى من الحرب يلي دايرة بيناتكم؟ الموضوع سهل، من بعده عن هون رح نعطيه لميرت بكرة، منه بيتسلى وبيتعلم الشغل. موافقة. حلو، رح أبعت له رسالة وخبره. يلا روحي نامي ولا تشغلي بالك بأي شيء أبدا، كل شيء رح يتحسن. تصبح على خير. تصبحي على خير. جينا على مخفر الشرطة مع السيد سينان وهو هلأ جوا، كل الموجودين بالمخفر عم بيدوروا معنا. ماشي، انتبه على حالك بنتي، إن شاء الله بيرجع بالسلامة. خبريني إذا استجد شي معكم لأطمن. إيه أكيد إن شاء الله. تفحصوا كل تسجيلات المراقبة بالمنطقة ثانية بثانية لحتى نشوف إذا الولد راح لحاله ولا حدا خطفه، وخبروني فورا إذا لقيتوه. تحت أمرك سيدي. سيدي أنا على اتصال بكل الفرق، عم يدوروا هنيك وراح يخبروني. مرحبا، تعرف شو صار معه؟ لوين ممكن يروح وكيف كانت نفسيته بآخر مرة حكيت معه؟ ما كان في أي مشكلة وكان منيح، إذا تطور معكم شي خبروني. أي مكان رح تروحه رح روح معك. آه.
صباح الخير يا لبوي. انت على طول بس تفيقي بتعملي هيك اصوات؟ شو عم تساوي بغرفتي انت؟ شو لحقتي تنسي زوجك بعد يوم واحد؟ إلا إذا كنت وحدي بتنسي كتير فمو مشكلة. سكوت، لا بقى تتمسخر علي بالحكي وقعد تحكي معي مرة تانية بهذا الأسلوب بنوب. كنت عم حاول ذكرك مو أكتر من هيك. شو مفكرتيني بفيق بهالوقت؟ عم فيقك لحتى تحطيلي فطور وجهزيلي تياب الشغل. يلا وودعيني على الباب وانتي واقفة عم تدعيلي بالرزق. لا ما رح ادعيلك بالمرة، رح وقف وادعي عليك لأخلص منك وارتاح. شو مفكرة حالك رح تصيبيني بسهولة؟ لا تحلمي بهالشي. قومي قبل ما جن عليكي. قومي. لك روح من وشي. ليك لا بقى تعمل هيك وإلا رح ندمك. ها لنشوف مين رح يندم. شو هالأصوات هاي من عند الصباح؟ ناس ما بتخجل. استغفر الله وأتوب إليه. شو ما بيعرفوا إنه في ناس ساكنة معهم؟ مو مثل اللي عندي جوا نايم عم يشخر فوقه. كنتوا استنوا لنصحى على القليلة. هدول عم يمثلوا ولا متزوجين عن جد؟ ماشي اليوم منشوف وين بدهم يهربوا. ألو ماشي سيدي. ايه كله تمام لا تاكلها. ماشي سيدي. ايه ويوسف مو هون كمان. وينو يوسف؟ اخدو ميرتا من الصبح بكير. رأسي رح ينفجر، ما قدرت نام ولا دقيقة بالليل. وانا كمان امي ما اجاني نوم، ضليت سهرانة للصبح لحالي. معقولة انا غبية لهالدرجة لحتى هيك ما عم افهم؟ والله مالي فهماني لهلأ شي. معقولة في واحد بيفضل وحدة غريبة على أمه؟ لا ما هو معقول بنوب. قلت له لا تتركني أبداً يا ابني وهو ما رد علي. بس معقول تكون هالبنت ساحرته؟ ماني عرفاني. والله لا تستبعدي عنا أي شيء، بيجوز من الصبح فايقين عم يضحكوا ويتمازحوا أصواتهم طالعة.
عم يحكوا ويضحكوا بأصوات عالية ولا كأنه حدا ساكن معهم بهالبيت بنوب. ولا شو؟ بدون حياة الضحك بصوت عالي. طيب شو العيب اللي شايفتي بنانا؟ نانا بنت منيحة، ومبارح كانت كتير خايفة على أمي، مع أنه أمي كان ضغطها كتير طبيعي. وحابة فهمك شغلة كتير مهمة، أخي زكي وما بينضحك عليه. خلصنا بقى نازلي، ما عرفتي تقيسي ضغطي، أنا بعرف حالي. أنتي صايرة ما عم تركزي وعم تحكي شي مو صح. حاجتك كلام فاضي، وروحي ساوي البيض. يلا بسرعة شوي تأخرنا عليهم. على فكرة عم يستنونا على الفطور مو على الغداء. أنا أصلاً ماني جوعانة كتير، لا تستنوني. طيب خليكي هون ولا تطلعي أبداً، رح أجيب الأكل لعندك وهيك ما بتضطري تشوفيهم. شو رأيك؟ وأنت بتكون مبسوط؟ ما بيهم، المهم عندي نتصرف وكأننا متزوجين عن جد وما حدا يشك. هلأ رح ننزل ورح نتصرف قدامهم كأننا عرسان ومنحب بعض. صباح الخير. وأخيرا نزلوا العرسان يفطروا معنا. صباح الخير. صباح الخير. طمنيني كيفك سلطانة؟ وشك اليوم مورد، بسم الله وما شاء الله. ما طبت، لساتني موجوعة. إن شاء الله بتتحسني وبتطيبي خالتي جنة. ما أنا خالة، ناديها أمي، هلأ صارت مثل أمك، بتعامليها كأمك تماما لأنه هيك عاداتنا وتقاليدنا. راسي عم يوجعني، أوف، صار عم يضرب علي ضرب. مالي نفس آكل. صحة وعوافي. وأنا كمان شبعت، ما عاد إلي نفس فجأة. رح أروح لجيب لك أدويتك أمي. في حدا لسه بده يقوم عن الطاولة؟ معناتها يلا نفطر. حبيبتي شو جاي على بالك لحتى أسكب لك؟ قليلي. سلطة؟
شو بيشبه أبوه كتير. وهي جبنة بكفي حاجة تسكب، باخد لحالي. بكفي حبيبي. انت لازم تاكلي منيح. ستي كانت تقول البنات النحاف بيكونوا ضعاف، لهيك لازم تاكلي منيح لتسمني شوي. ما بدي يقولوا عني اني ما عم اعتني بمرتي. لو سمحتي صبي لي كاسة شاي من ايديك. تكرم عيونك. شو قلت لحتى عم تضحك علي؟ كنت دائما اسمع انه لازم الوحده تدلل زوجها. مزبوط، مو غلط، دلليني، كلامهم صح. جوزك لساته دقه قديمه وبده يتدلل. اخوك دائما رايق وبيحب الضحك كتير اصلا. كيف ما بدي يكون رايق وعم اضحك وانتي مرتي حبيبتي؟ ان شاء الله تضلوا طول العمر مبسوطين ورايقين. ايه يا اخي، مو ناوي تسافر لك كم يوم وتعمل شهر عسل؟ يا سبحان الله. لا اخي مو ناويين. ايه والله الله يرضى عليك يا بنتي. جانسيل عنا غسيل السجاد اليوم، وقولي للعروس الجديدة تمد ايدها وتساعدك بالغسيل مشان تخلص السجادات بسرعة. لو قدرانة كنت ساعدتكن. لا والله يا سلطانة، ما رح اخلي مرتي تساعدكن بأول يوم من زواجنا. في عنا مشوار بدنا ننزل على السوق اليوم. لازم اتصل ما دام ما في حدا هون. يلا جانسي اتصلي. ايه حبيبتي، شو قاعدة عم تساوي؟ في اي تطورات شي؟ ما في اي شي جديد. عم يحكوا يتصرفوا كأنهم عرسان. ايه مبسوطين كتير. يعني عن جد متزوجين عن حب مو هيك؟ يعني ما عم يمثلوا مثل ما كنا مفكرين. ليكي والله ما لي فهمانة شي عليهم، إن كانوا عم يمثلوا ولا لا. اصبري علي شوي وأنا بردلك خبر. رح حاول أتأكد اليوم. أختي شو رح تعملي؟ شغلتي لي بالي. في معي تليفون صغير وقديم، رح حطه بغرفة يوسف ورح حاول سجل كل أحاديثهم. أكيد رح يجوا لحتى يضبوا كل أغراضه من الغرفة، وهيك رح أسجل حديثهم وأعرف إذا كانوا بيحبوا بعض ولا لا. أنتي وحدة كتير ذكية، إن شاء الله ما يكون زواجهم حقيقي. بظن ماله حقيقي، أنا متأكدة ماله هيك. حاسة في شي ماله مزبوط، بكرة منشوف. أنتي لا تاكلي هم حبيبتي. أنا رح أتأكد من كل شي وأنتي لا تقطعينا وتعي زورينا. ماشي أختي، اتفقنا، إن شاء الله تتوفقي.
في داعي لكل هالمصروف. إذا ما قدرت أشتري لك كل شيء بتحتاجيه فلشو أنا عم أشتغل وأتعب؟ كنت أيمن مشاني؟ لا مو هيك، كنت عم أمزح معك. شو ما عندك؟ أي حديث تفتحه معي وتحكي؟ يلا قول، أحسن ما عصب. ماشي، مثل ما بدك. إن شاء الله تكوني رقتي بهالقعدة الحلوة وغيرتي جو. ماني مبسوطة لأنه أمك مانا مبسوطة بنوب. مبارح فكرت كتير، أنا كنت عايشة طول عمري لوحدي وفجأة هيك ظهر بحياتي واحد وتزوجته، واحد لا بعرفه ولا بحبه من قبل. انتي معك حق، بس لا تخافي، طمني. ايمتى ما بدك بطلقك. عم تحكي عن جد؟ طيب اذا اتطلقت بجوز يرحلوني مره تانية، مو انت وعدتني؟ وعدتك ورح اكون عند وعدي. انا واحد اساسا ما بده يتزوج ولا يرتبط. الزواج سنة الحياة، تعرف هالشي؟ رح حاول اخذ اقامة وبأسرع وقت ممكن رح طالعها لحتى نفترق كرمال ترتاح مني. يا ربي ما شاء الله لابقين لبعض كتير. شو معلم شكلكم طالعين لحتى تشموا هوا؟ مرحبا مرت أخي. بس أنا ماني مرته، لبقى تناديلي مرت أخي. شو وين الست كانوك؟ ليكني رايح لجيبة. معلم جبت لك اللي بدك ياه. يسلموا هاليدين. احتراماتي مرت أخي. عم يحكي هيك لحتى يجاكرني؟ بلكي في حدا سمعه، شو كنت بدي إلا وقتها؟ قولي لهم هذا مجنون. شو جايب لك؟ جاب لي فواتير المحل. يلا خلينا نرجع البيت. ماشي.